السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. بالنسبة إلى بطاقات زين كاش، آخر شيء أو آخر تحديث إنه بعد ما تشتغل بالخارج داخل العراق أمورك تمام إذا مكتوب اسمك عليها، ولكن خارج العراق الآن توقفت. فالطريقة لتفعيلها تشتغل خارج العراق إنه عن طريق التطبيق مع زين كاش، لا تطبيق، تدخل على تطبيق زين كاش. بعد الدخول على تطبيق زين كاش تذهب على 3 خطوط في أعلى اليمين. من تضغط على الخطوط 3 في أعلى اليمين راح تروح هنا إضافة جواز سفر. تضغط على إضافة جواز سفر، راح تضيف جواز سفر، أهم شيء يكون غير منتهي الصلاحية. راح تدخل رقم تليفون خاص بمحفظتك وتشتغل الكاميرا، تضيف الجواز يكون أكيد غير منتهي الصلاحية فعال. راح تشتغل عندك بطاقة زين كاش خارج العراق بكل تفاصيلها. وكان هذا فيديو بسيط حول تعليم كيفية تشغيل زين كاش الآن خارج القطر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.